ساكن في سرقه التحايل التزوير مدرسه عائشه الثانويه الاعداديه عائشه ام المؤمنين في سرقه تيجي المدير الاقليمي وكيدير لها عائشه ام المؤمنين مؤقتا عمركم سمعتوا هذه السيده تبارك الله غادي يخفضوا الثمن وغادي تكون الجوده في الخدمه حنا لا هادشي ما نديروش كنديروا سندات الطلب وسندات الطلب راه نحدد الثمن ديالها شحال السقف ديال الفلوس اللي خصها تكون فيه ديما كنعطيو سند الطلب بهذا السقف ونزيدوا لي واحد اخر هادشي خطير بس كذا وحسن يا الاستثمار باش نخلصوا الفلوس من الفلوس كورونا كتبنا عماره هاد العماره شحال باش خرجت خرجت تقريبا 3 مليون ديال الدرهم شي 800 وشي حاجه هادشي في السي بي اس وملي كتبروا الناس في السي بي اس وكاين الوثيقه الى تبروا الناس خص الثمن يهبط والجوده تكون والمده ديال الانجاز تزيد انا غنبنيها لك غير في شهرين واحد يقول لك غنبنيها لك واحد في ربع شهر واحد شهرين واحد انا بغيت اذا بهذا الشيء ما تمش كترص على شركه اكثر من الثمن السي بي اس لان دابا ولات عندنا الافات طالب بنات يتحرشوا بهم مسؤولين تلميذات وكيجيو والديهم كيتشكاو وما كاين اللي كيدخل مؤسسات تعليميه كثيره في مجموعه كذا كيشدوهم بدوك الملفات كتخرج لهنا شي حاجه تسمح الان بتنازل كذا كذا في التلالي هو دير هذيك تكلف هذا النقابه الوطنيه للتعليم المنضويه تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل ندوه صحفيه سلطت فيها الضوء على الدخول المدرسي وكذلك على مجموعه من الاختلالات التي عرفتها السنه الدراسيه الماضيه وتستنكر النقابه الوطنيه للتعليم الاذان الصماء التي جوبهت بها النقابه الوطنيه للتعليم المراسلات ديالها والبيانات ديالها في مجموعه من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم بالاقليم. النقابه الوطنيه للتعليم دائما هي مكون من مكونات الاجتماعيه وهي شريك اجتماعي دائما الهم ديالو الوحيد هي المدرسه العموميه وهي المصلحه العليا للشغيله التعليميه فمجموعه من الملفات ومجموعه من المراسلات راسلت بها المدير الاقليمي ولكن مع كامل الاسف لم نتلقى رد ولم نتلقى اجوبه على مجموعه من التظلمات ومجموعه من الاختلالات داخل التراب ديال اكادير ايداو تنان هذه المحطه هي كتجي بعد ان استنفدنا يعني جميع الطرق والمراسلات الاداريه اللي مارسناها بقوه ومارسناها بوجه مكشوف الان الوضعيه فهي وضعيه الكل يشهد بانها وضعيه كارثيه بالنسبه للمديريه وبالنسبه للاقليم وبالنسبه للمنظومه داخل اكادير ايداو تنان المحطات القادمه ان شاء الله فغادي النقابه الوطنيه للتعليم تكون لها كلمتها وسيكون لها كذلك كما عهدناها في تاريخها النضالي دائما متواجده ودائما يعني كتمد اليد لخدمه المدرسه العموميه ولخدمه نساء ورجال التعليم ولخدمه التلميذات والتلاميذ.